أهلا بكم من جديد. في مصر حملة على مواقع التواصل تشكو من نقص وارتفاع أسعار العقاقير الطبية كالإنسولين وأدوية القلب والمحاليل، فضلا عن البيوريثانول الذي يصرف للأطفال المصابين بالسرطان. نقص العقاقير تم رصده في مستشفيات الدولة عبر عدد من الهاشتاجات، وأرجع كثيرون سبب النقص إلى ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه، مشيرين إلى وجود سوق سوداء لبيع العقاقير الطبية. للأفراد جهود، فعلى تويتر تم تدشين صيدلية لكن افتراضيا يعلن عبرها عن عقاقير طبية مطلوبة وعن أخرى متوفرة. ولمعلومات أكثر ينضم إلينا من القاهرة صاحب حساب صيدلية تويتر خالد عمر. أهلا فيك يا خالد. خلينا نتكلم أول شيء عن جهودك. طبعا نحن حنتكلم بعد شوي مع مسؤول من وزارة الصحة عن الأوضاع الموجودة في وزارة الصحة وفي البلد عموما في نقص الأدوية، لكن خلينا نحكي عن جهودك أول. كيف تعمل هذه الحملة؟ عموما الحملة فكرتها ان احنا كنا بدايتها ان احنا كنا عايزين نساعد الناس المستحقين بالأدوية اللي معهمش فلوس اللي هم يقدروا يشتروا الأدوية ديت، من الناس اللي فاعلين خير اللي هم كتير جدا ومش عارفين يودوا الأدوية بتاعتهم فين. فاكتشفنا واحنا بنساعد الناس ديت اللي احنا ترينا من ساعة الناس اللي معاها فلوس ومش لاقي العلاج، فابتدينا برضو نمشي معاهم في نفس الخط اللي احنا نحاول ندور على العلاج اللي ناقص في السوق في اماكن تانية في محافظات كتيرة جدا في مصر. بنحاول دايما اللي احنا بنشوف فين المكان اللي بيتباع فيه العلاج الناقص في السوق دوت ومتوفر في انهي مكان، وايه الشروط عشان يبقى معاك تاخد العلاج دوت في كل المحافظات. فكل الفكرة اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل الناس باللي عايزة الدواء بالناس اللي مش عارفة مكانه والناس برضو اللي محتاجة الدواء. جميل. الناس بتطلب منكم عن طريق مثلا مواقع التواصل أو موقعكم، أو كيف بيعرفوكم أنه مثلا هذا الدواء فيه نقص، أو أنتوا بزيارات دورية؟ لا حضرتك، احنا لغاية وقتنا هذا احنا لسه على الانترنت، ما نزلناش ارض الواقع. احنا حضرتك الناس بتبعت لنا على الهاشتاج صيدلية تويتر او على الاكونت بتاع الحساب بتاعنا صيدلية تويتر برضو، وبنحاول ان احنا نعيد التغريدة بتاعتهم، وبنحاول ان احنا ندور مع الناس اللي هي فعلا نشيطة وفعالة وبتدور معانا لغاية ما ربنا بيوفق، وبنعرف مكان العلاج اللي يشتروه منه في المحافظة اللي هو فيها كمان. ده لو ما عرفناش في المحافظة اللي هو فيها بنحاول نقرب له المحافظة اللي هو منها ويعمل تنسيق مع اللي عنده العلاج ويقدر يشتريه من عنده. جميل. هل هذا الشيء طبعا بيتم بشكل خيري، يعني أو أنه في مثلا تكلفة للموضوع أو للمساعدة؟ خيري 100%، ما فيش أي تكلفة خالص. هي الناس هي اللي دعمها، والناس هي اللي بتساعد، والناس هي اللي بتعمل كل حاجه. طب ايش اكثر الادويه اللي عليها اقبال؟ اكثر الادويه مرض الادويه بتاعت علاج الكبد وعلاج السرطان وحقن الاصليه. انا طبعا مش دكتور، بس الفكره ان دي الادويه اللي الناس كتير جدا مركزين عليها والناس كتيره جدا محتاجينها وبيدوروا عليها دايما. نعم دايما. نحن بنشكركم على جهودكم، وطبعا الناس خلاص عرفت العنوان على تويتر، كمان ممكن اللجوء لكم صيدلية تويتر، هاشتاغ صيدلية تويتر. كان معنا صاحب المبادرة خالد عمر. وللوقوف على حقيقة أزمة الأدوية ينضم إلينا من القاهرة المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد. أهلا بك معنا يا دكتور. ليش في هذا النقص الحاد في الأدوية؟ لا خليني اقول لحضرتك بس مبدئيا بعد التحيه، هو مش نقص حد ولا حاجه. يعني خليني اقول ان فئات عديده بتتردد كلام ملوش اساس، يعني مثلا زي شائعه الانسولين بيتردد في العديد من المواقع الالكترونيه وصفحات التواصل الاجتماعي ان في نقص في الانسولين. الكلام ده حقيقه ملوش اساس من الصحه. احنا عندنا رصيد من الانسولين 4 مليون عبوه يكفي لمده 7 اشهر. بيتردد ايضا ان احنا عندنا نقص في ادويه الاورام وخاصه دواء البيوريثانول. الكلام ده برضو ملوش اساس. عندنا 8000 عبوه في فروع الشركه المصريه لتجاره الادويه وبتقوم بتوزيعها على المستشفيات وعلى الصيدليات. الكلام ده برضو ملوش اساس.
الحقيقة الشائعات دي يعني كلها حصلت بعد تحرير سعر الصرف، الهدف منها يعني الضغط على وزارة الصحة أو الضغط على الدولة بشكل عام لرفع أسعار الأدوية، وده ما لن يحدث على الإطلاق. احنا كنا حركنا أسعار الأدوية بالفعل منذ 4 أشهر، وده كان له سبب أنه كان في بعض الشركات أو بعض المصانع مش قادرة تنتج، وكان بيأثر على جودة الإنتاج لدى شركات أخرى. الحاجة الثانية أن كان المواطن الحقيقة مش لاقي أصناف كتير من الدواء، وكان بيضطر أن هو يجيبها بأضعاف السعر. حركنا الأسعار بالفعل، والتزمت الشركات وتعهدت بتوفير الدواء بكميات معينة في السوق المصري. بعد كده الشركات طلبت يعني من الدولة أو طلبت من سيد وزير الصحة، واجتمع مع سيد وزير الصحة مع الحقيقة الشركات في حضور سيد رئيس الوزراء، والشركات طلبت ان هي مش لاقيه دولار، فتم توفير لهم 2.6 مليار دولار لقطاع الدواء لتوفير احتياجات السوق المصري. طب وبالفعل دوله رئيس الوزراء جميل يا دكتور خالد اللي بتقوله جميل، لكن يعني كل الناس اللي بيكتبوا مثلا على مواقع التواصل او بيتواصلوا مع هذا مثلا صاحب مبادره هاشتاج صيدليه تويتر، يعني هذول كلهم ناس عندهم نقص في الادويه والناس بتلجا للسوق السوداء كمان، فيعني اذا كانت شائعات كيف تكون شائعات في طلبات؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، احنا كان عندنا نقص في بعض الادويه ده قبل تحرير سعر الصرف، ملوش اي علاقه بتعويم الجنيه. كان عندنا نقص في بعض الادويه، الادويه دي كان في جزء منها ليس له بدائل او مسائل، وفي جزء له بدائل ومسائل. الجزء الحمد لله اللي ليس له بدائل او مسائل ده توفر منه كتير وجاري توفير المتبقي. الجزء اللي له بدائل ومسائل بالفعل ده موجود له بديل، فمش عامل مشكلة قوي، ولكن جاري توفير الأصناف دي وما بقاش عندنا أصناف ناقصة كتير. لكن اللي بيتردد الحقيقة الأيام دي على دواء الإنسولين وعلى أدوية الأورام، ده كلام ليس له أي أساس من الصحة. وأنا بقول لحضرتك إن في ضغط قوي جدا للدولة علشان الدولة ترفع أسعار الأدوية مرة تانية، وده مش هيحصل إن احنا نرفع أسعار الأدوية، لأن في الآخر يعني هدف مين هذا؟ مين اللي بده يسوي كده؟ مين وراء هذه الشائعات؟ الشركات عايزه تظل نعم. يعني تكسب بنفس المكسب اللي بتكسب بيه. لا احنا بنقول للشركات وصلت نقطتك يا دكتور خالد، اذا انت بتنفي هذا النقص. كان معنا من القاهره المتحدث باسم وزاره الصحه المصريه الدكتور خالد مجاهد.